كلنا عندنا ورق قديم وبنرميه مش بنستخدمه، هنعمل منه الفازة الروعة دي بكل سهولة. طريقتها بسيطة قوي، هنستخدم اي ورق قديم كده بس مهم يكون خفيف علشان يبقى سهل في اللف. كمان هنحتاج لعصاية شيش طاووق او اي حاجة مدورة كده علشان نلف عليها الورقة. فالجزء اللي في الاخر ده هنحط عليه غيرة وبعدين نقفله. بعد كده نسحب الخشبة تطلع معانا بالشكل ده كده. كنت مجهزة مجموعة كده من نفس الشكل ده، وبعدين دلوقتي هبدأ ألزقهم في بعض. هنحط غيرة كده وبعدين نلزق دي في دي كده. أنا لزقتهم كلهم في بعض لحد ما بقى العرض ده كده 26 سنتي، وهي شكلها نضيف كده علشان أنا خليت كل نهايات الورق تبقى من الظهر من الناحية التانية. بعد كده هبدأ أحط غيرة في كل الأماكن دي اللي هي بين الورق. هنحتاج كرتونة قطرها 8 سنتي، يعني كنت فاتحة البرجل على 4 سنتي، وعلشان الكرتونة دي رفيعة كده أنا هلزق فيها كرتونة كمان. بعد كده هنجيب دول نمسك القاعدة، وقبل ما نلزقها هنحط خط كده من الغيرة رفيع قوي، وتحتيه على طول خط من الشمع. ممكن نحط الشمع بالتدريج كده، وآخر حاجة خالص بقى الجزء ده هحط عليه غيرة وهلزق الاتنين دول في بعض. بصوا بقت جاهزة كده، ولو شايفين حاجات بسيطة قوي كده طويلة شوية فممكن نعملها بالقطر. قصيت شريط من الورق عرضه 2.5 سنتي، وهحط عليه غيرة او شمع وهثبته كده حوالين الدوران ده كله من تحت. ورقة كمان بس دي عرضها 1.5 سنتي، ودي هلزقها من فوق على الطرف من فوق. ومجهزة كمان ورقة بنفس المقاس الصغير ده وهلزقها كده تحت شوية. هندهنها. شوفوا بقى شكلها بعد ما نشفت، شكلها بقى روعة ولايقة جدا على الورد.